السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير بتلاقي تلاجة على الأرض بتنزل مية، بتلاقيها بتنزل مية. أول حاجة لما تلاقي تلاجة بتنزل مية بتأكد إن المية مش نازلة من الداخل، بنبص على الآخر كده بنلاقي مفيش أثر مية علشان نتأكد إن هي مش من الداخل، عشان لو من الداخل بيكون الصرف مسدود، واتكلمنا عنه قبل كده إزاي نسلك الصرف أو إزاي نحل مشكلة نزول المية من داخل التلاجة. أما لو نازل من الخارج فبيكون المكان التاني اللي بينزل منه هو حوض الموتور ده. حوض الموتور دوت يا جماعة بيملى مية كل فترة، كل وقت الفصل بينزل المية بتاع الزيادة بتاع التلج، وبتكون بسبب السخونة بتتبخر كل فترة بتتبخر. وعاملين مقاس الحوض ده وعارفين السخونة بتكون قد ايه، ومتأكدين ان المية مش هتزيد او تترمي على الارض او تزيد تدلق على الارض. طب ايه اللي بيوقع المية على الارض ويخليها تنزل تحت التلاجة؟ اول سبب معانا ان الموتور الحوض دوت محتاج تنظيف. لو مش متنظف في سواد او حاجة في كده بيمنع التبخير، السخونة لما تيجي تدخل ما بيلاقيش البلاستيك دوت، ما بيقدرش يبخره او ما بيقدرش يسخنه بسبب كمية اتربة او حاجات كبيرة منع السخونة توصل للمية بتاعته. ادي اول سبب معانا، نتأكد ان الحوض ده نضيف، انه نضفه او حاجة بسيطة، يعني مش لازم نضيف 100%، لكن ما يكونش عليه كمية اوساخ او اتربة كبيرة جدا بتمنع تبخير المية. ادي اول سبب معانا. تاني سبب ممكن يكون مكسور، نتأكد برضو ان هو مش مكسور او مايل لاي جنب من الاجناب. طبعا ده بيكون متثبت بمسمارين، في بعض التلاجات او الديب فريزر بيكون مايل ممكن يميل لاي جنب من الاجناب، فنخلي بالنا. ودي حاجة مهمة جدا، الطبق دوت لو بينزل مية لازم تفصل التلاجة فورا، لان المية ممكن توصل للكهرباء هنا وهتسبب مشكلة، هتسبب معانا مشكلة، لان الاطراف بتاع الكهرباء ممكن تحرق لنا الموتور او تعمل مشكلة. فلو بينزل مية لازم تحل المشكلة. ده السبب التاني معانا. السبب التالت ان احنا لما نوطي درجة المؤشر اقل درجة، اقل درجة ده بيسبب ان التلاجة بتفصل على طول، كل شوية التلج يعملوه ينزل في الحوض. لما ينزل في الحوض طبعا الموتور كمان بيفصل كتير، ما بيلحقش يسخن، ما بيلحقش يبخرها، فالمية بتتكون ورا بعض. والسبب الثالث والاهم، وده اللي بيحصل كتير، ان احنا بننسى الباب مفتوح او الباب مش مقفول كويس. الباب لو مش مقفول كويس او نسيناه مفتوح فتره، ده بيكون تلج كبير جدا في المبخر، يجي السخان يشتغل، ده للتلاجات النوفروست، يجي السخان يشتغل طبعا بيسيح تلج، كميه تلج كبيره، فبتزيد عن الحد المسموح بتاع الطبق فبيزيد معاه. فدي كلها اسباب لازم ناخد بالنا منها. وطبعا لو لقينا المايه بتسرب من تحت الارض وتاكدنا ان من ورا، بنفصل الكهرباء ونحل المشكله علشان ما نحرقش الموتور بتاعنا. ما تنساش تشترك في القناه وتدعمنا بلايك، وقول لنا رايك او استفسارك في التعليق.